أنا اسمي علاء الدين مصباح منير، أنا شاب وسيم من وسط البلد. عايز إيه طيب بتاعك؟ إحنا كم مليون يا أستاذ شريف؟ إحنا 100 مليون ومعديين. أكيد في الـ100 مليون دول في مليون واحد جدع، لو كل واحد في المليون دول إداني جنيه. أنت عامل الشفشرة دي كلها وجاي عشان ألم لك تبرعات؟ لا يا أستاذ شريف، لا والله، أنا عايز الناس تساعدني. أنت عايزنا نحط على الشاشة رقم حسابك عشان الناس تحول عليه؟ أمال الناس، أنا هشوف الناس فين يا أستاذ شريف؟ عميلنا العزيز، رصيدكم الحالي 1,000,000 جنيه مصريا.